رحت قارعهم سوف لن ينالوا علي. والله يبولون عليك ما يبولون على معاوية. تحترم نفسك. اسكت. يقول لي إذا يزاعك لا تسمح لي. رجاء احترم نفسك. رجاء لا تسمع. لا تسمع. لا تسمع. لا تسمع. يصير طائفي. طيب يا اخي لا لا يا ابن كلب. عيب عليك. يصير طائفي. خيف. تفضل. لا تسمع. يصير طائفي. عيب عليك. طائفي اكثر من اللازم. هو الان طائفي وانا ساصبح طائفي. طائفي. طيب. هذه الطائفية يجب ان تزيل. انا سميت يا معرض يا عجمي. انتم احفاد ابو لؤلؤه امثالك. اكتفي. لماذا تسب معاوية؟ اكتفي. شو علاقة معاوية بالقضية؟ اكتفي. اتستحي على نفسك؟ اكتفي. لترضي القشامر القاعدين؟ اكتفي. العجم مالتك؟ اكتفي. عيب عليك. يجب ان تناقش. انتظرتك حتى تنتهي. لم اسب امام. لم اسب من وقتك انت. طيب. دعني اتكلم. تفضل تفضل. بس ارجوك. يا اخي هناك خطاب سياسي. هناك خطاب سياسي. هناك شخصيات تاريخية لا نسمح لاحد ان 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 كربلاء والنجم. هذه انجاز كربلاء. هادو. طه الدليم شنو ردك عليه هذا اللي يقول لا تذكروا الحسين بالمظاهرات؟ شنو ردك على طه الدليم هذا اللي تعب قناه صفر ووصال؟ شنو ردك انت على الخزاعي اللي يقول قاتلوا ربع معاويه؟ ها؟ اذا انتم تحبون معاويه نقاتلكم. يا ولد عرف معاويه من هو؟ معاويه كلب ابن. ما حكم من سب احد الصحابه؟ فلقد روي ان سيدنا معاويه كان يلعن ويامر بسب علي بن ابي طالب من على المنار. اما السؤال الثاني يا فضيله لحظه 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 قف قف. نعم. معاوية ما كان يسب الصحابة بحال من الأحوال ولا يسب علي، ومعاوية لم يترفع على علي. لا 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 أخطاء طرامية الآن. هذا صحيح مسلم. هذا في صحيح مسلم. صحيح مسلم. صحيح مسلم عندك أنت. يمكن صحيح مسلم نسختك أنت. معاوية بن أبي سفيان ما كان يسب علي، ومعاوية لم يسب الصحابة. معاوية خال المؤمنين. معاوية كاتب وحي الوحي الأمين. تفضل. من معاويه كان يامر سعد بن ابي وقاص بسب علي بن ابي طالب. هذا باطل. هذا من كيسك. هذا صايب صايب. تراجع الناس. تراجع. صحيح مسلم. صايب 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 صايب. هذا من كيسك. لابد ان تفهم هذا وتعقله. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح مسلم للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج المتوفى سنه 261 طبعا صفحه 1872 طبعا في باب كتاب فضائل الصحابة فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام يقول حدثنا قتيبة يقول عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي قال أمر معاوية ابن أبي سفيان سعدا يعني أمره فقال ما منعك أن تسب أبا التراب فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه. واضح يعني كان أمر بالسب. صحيح مسلم يا ناصبي أنت ابن واصب كما هم روافض. هناك نواصب وهو انت بتوع معاويه الذي امر بسب علي وهذا صحيح مسلم في صحيح مسلم مش صحيح مسلم معروف. وهذا التشيع هذا العصبيه لاجل معاويه الذي كل ما نعانيه الان من معاويه وانتم تحبونه كل هذا الحب. والله لو عندكم 1% وانا كنت هكذا انا من اهل الانبار والانبار نواصب لاحظ لأن يحبون معاوية وعلي ما عنده مشكلة ما مش 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 بتاعنا هذا علي. سيد يدا بيد ندافع عن سيدنا معاوية يدا بيد نسترد حقوقنا ونسترجع حقوقنا بإذن الله. علمتموها من أول يوم وقوفكم هنا أنها سلمية أنها سلمية أنها سلمية واليوم تكون سنية 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 فأسمعوني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الشيعية كل عالم إذا يجيئون من الغرب والشرق للسنة والمسيح واليهود وكلهم ما يستطيعون يمنع هذا الناس. هذا امر الله. تكرهش بسم الله. لا مين.